الحمد لله اليوم طلعنا من غزة وصلنا على مصر. الحمد لله احنا طلعنا من الحرب من الوضع هذا، بس ضايل قرايبنا وعائلتنا في غزة، فوضع في غزة جدا صعب، سيء جدا. Unfortunately, I'm not even excited to leave Gaza because we have so many people that we live and care about, we love and care about. So right now I'm between ice and fire. I don't know if I'm ever going to be able to see the family that I left behind or the friends that I left behind. People are dying. Everybody's dying. Nobody's safe. We don't have bomb shelters. انا جيت اسبوع واحد وقالوا لي لازم بنتي تعمل بطاقه تعريف. عمل ما طلعت بطاقه التعريف وعملها مستعجل قفلوا المعبر، ولادي بقتهم في مصر وابوهم ميت، وانا هنا البيت اللي كنت قاعده فيه اتكسر، ماليش حته اقعد فيها، مش عارفه والله بقعد في الشارع، والله بقعد في الشارع انا وبنتي. انا عايزه اروح لاولادي، ابوهم